معانا من خلال زوم فود بلوجر احمد اباظه، نفهم منه اكتر ذوق الناس اليومين دول في الاكل ايه، وليه الاكل عند ناس كتير جدا متعه وسعاده، مع اني شايفه ان الفيديوهات اللي احنا بنشوفها دي بتشجع الناس اكتر على الاكل، بغض النظر بقى سواء هو يعني اكل صحي او غير صحي، او هو متبع نظام غذائي ولا لا. مساء الخير يا اباظه. مساء النور، الأول مساء مساء الخير حضرتك. عليك، وعايز أعرف منك بقى في الأول كده ليه اخترت الأكل عشان تقدم فيديوهات عنه؟ بصي، هو أنا مش هكذب عليك، هي في الأول الموضوع جه صدفة، بس هي الموضوع يعني فيما فيه إن أنا كنت بشوف ناس كتير أوي مثلا بتتكلم على أماكن معينة أو حاجة، وبغض النظر يعني الناس دي مين، بس أنا كنت ساعات لما بروح مثلا مكان أو حاجة كنت بلاقي إن مش دايما المكان بيبقى صح، أو مثلا حتى لو المكان صح والذوق فعلا هو مظبوط وكل حاجة، بس أنا مثلا كنت بلاقي إن أنا ذوقي مختلف. فمن هنا بقى اصلا بدايه القناه بتاعتي اللي انا ابتديتها، وبدايه الفيجن زي ما بيقولوا ليها، يعني ان انا عايز اوصف للناس كل حاجه انا باكلها، مش هقول بس رايي في الحاجه، لا انا هوصف لهم كل حاجه من الاخر انا باكلها، هي فيها ايه، عامله ازاي، الملح فيها كتير ولا قليل، بغض النظر انا بحب ايه، هل انا مثلا بحب الحاجه الحادقه؟ لا انا دي ماليش دعوه بيها، بس انا هقول لهم ان هي الملح فيها زياده، ممكن يكون حد فعلا بيحب الحاجات الحادقه ويروح من ورا الكلام ده، ممكن الحاجه النيجاتيف اللي انا شايفها تبقى بالنسبه له بوزيتيف، فانا من الاخر بوصف له الحاجه كلها عشان يبقى هو عارف هو رايح على ايه، بس مش مجرد هي حلوه ووحشه وخلاص، طيب انت واكيد طبعا اصلا انا في ايدي تفضيلات انت عشان سيرفيس بطبيعتك يا التفضيلات. اباظه انت بتحب الاكل، يعني انا شايفاك نحيف، يعني دايما بشوف نجوم بس مليانين يروح مطاعم وياكل، فانا بصدقه لان بلاقيه مليان. يعني فاهم ازاي، لكن انت شكلك نحيف يعني. بص، هو انا والله زدت حبه حلوين والله بعد لما ابتديت الفود بلوجنج يعني، بس انا على طول عندي وسواس اللي هو زياده الوزن، فانا اول ما بزيد لا بلحق نفسي، طب والله مثلا انا بدل ما انا كنت بصور مثلا 3 فيديوهات في اليوم، لا بصور فيديو واحد، بدل ما كنت بصور وات ايفر مثلا حتى لو فيديو كل يوم، لا هبتدي اصور فيديو كل يومين مثلا، وابتدي ان انا انزل اتمشى او انزل اجري، او حتى بدل مثلا ما انا كنت بدوق مثلا او اخلص الطبق كله مثلا في الفيديو، لا ابتدي اخد لا معلقه معلقتين او حاجه لا، كده يعني. وكمان يعني كبلوجر لما بتروح تجرب الاكلات في المطاعم احنا ما بندفعش فلوس يا اباظه، فاكل بقى ببلاش واكل بقى لا براحتي لا لا واديله. لا والله، هي دي بس نظرة مش عارف، ده والله اللي أنا بلاقيه عامة في كل الكومنتات، أنت ليه بتاكل ما ليه بتدفعش بالعكس، على فلوس ولا أي فكره حاجة، هو ده والله دعايه والله أنا للمطاعم. بدفع عادي. لسه خليك امبارح صريح كنت يا في محل اباظه، دفعني خليك صريح. 1500 جنيه تقريبا ولا حاجة، والله أنا بجرب بس والله حبا في الموضوع عشان أحاول أظهر للناس التجربة كاملة، حتى مثلا لما محل بيكلمني أو حاجة عشان أروح، لا أنا قبلها بجرب المحل مرة واثنين وثلاثة لغاية ما أتأكد إن المحل ده فعلا بيقدم كواليتي كويسة عشان أصلا أقبل إن أنا أروح له، وأقبل مثلا إن هو يبقى وتبر إعلان أو أي حاجة، الناس مثلا طيب بتبقى شايفة لا اصل على أنت فكره هو ده مش عيب، يعني انا كمذيع بيتعرض عليا مطاعم كتير اعمل لها ريفيو وكده، فده مش عيب يعني، ده دلوقتي عادي يعني اعمل له دعايه مقابل ما بدفعش جنيه، بس ماشي واضح مش هتكلف في الحته دي. خلينا نروح لنوعيه الاكل، نوعيه الاكل بتقدمها ايه، صحي ولا غير صحي، ولا بتحب تقدم اكلات جديده يعني تعرف الناس على اكلات جديده؟ بصي، انا بالنسبه لي الصراحه بحاول يعني من فتره لاخرى بحاول اقدم حاجه هيلثي، بس ان يعني اكيد حضرتك برضه عارفه احنا هنا في مصر محدش بيحب الاكل الهيلثي يعني تقريبا، ف محدش، ما انت لو قدمت كله اكل هيلثي محدش هيتابعك. يعني بالظبط، لازم شوية ف محشي كده شوية. بس انا عامه انا بحب اجرب الحاجات الجديده يعني، انا مثلا عندي سلسله حتى على الصفحه اسمها اكلات من بره مصر، دي بجرب المطاعم اللي من بره مصر فاتحه هنا مثلا، او حتى الناس اللي هنا مصريين بس بيعملوا اكلات مثلا كويتيه سعوديه اي حاجه من الحاجات دي، حلو ده. انا احب ان انا اروح اجرب الحاجات دي اولا ليا يعني، دي ملهاش علاقه بالقناه او ملهاش علاقه بحاجه، بس ببقى عايز اشوف انا الحاجه دي نفسها هل هي فعلا حلوه زي ما الناس بتتكلم ولا لا. انت لقيت الناس بتتابع اكتر الحاجات على الاكل اكتر من اللبس واكتر من الازياء والحاجات دي، يعني سوق الاكل ماشي اكتر يعني كفيديوهات كدعاية؟ والله بص، هو انا شايف دلوقتي ان هي السوشيال ميديا بوجه عام هي كل يعني، احنا مثلا انا حتى كأنا اباظه، وانا لما باجي بتفرج على فيديوهات اكل، بتفرج على فيديوهات كوره، بتفرج على فيديوهات لبس، احنا في حاجات كده ثابته الناس كلهم محتاجينها زي الاكل اللبس والكوره، هي مكمله معانا على طول، برضو الحاجات
الاخبار والناس فيه برضو كذا حد برضو بيقدم اخبار بشكل كويس، والحاجات العلميه يعني في كم توبيك كده انا شايف ان هو لا دول ما بيخلصوش، حاجات مش هينفع يتعمل لها ريبليسنج، بس ممكن الطرق ناس بتتقبلها من شخص عن التاني. ده شكرا نقطه انا ليك يا شايف أباظة، ونورتنا في يوحكا أنا، ودايما بقى تقدم لنا كل جديد في الأكل. شكرا ليك. ان شاء الله. شكرا يا صديقي. شكرا.